لأن اليوم كان الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اللي اشتغلت في إطار التوجيهات السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله الملك محمد السادس نصره الله والتوجيهات ديالو فيما يخص النهوض بوضعية المرأة وخاصة تسريع مشاركتها الكاملة في التنمية. طبعا التأطير كان أيضا من مخرجات النموذج التنموي وأيضا البرنامج الحكومي. فالخطة الحكومية اللي عندها شعار الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 تحت شعار مغرب الريادة والرفاه والقيم. فإذن مشينا أبعد من تمكين والحماية والصور النمطية، كنبغيو نتجاوزوا هاد الإشكاليات الكبرى اللي كاينة حاليا باش نبداو نتكلموا على المرأة المغربية، المرأة التي تشارك يعني مشاركة كاملة في التنمية. طبعا هاد الهدف المهم، هدف استراتيجية، تم تحديد ثلاثة البرامج عندها أولويات. البرنامج الأول في المحور الأول ديال الريادة اللي هو برنامج التمكين الاقتصادي، هذا لأن سيت اون اورجونس يعني أولوية. البرنامج الثاني هو حول الحماية اللي جا في المحور الثاني، والمحور الثالث هو محاربة الصور النمطية وجميع أشكال التمييز. طبعا هذه ثلاثة البرامج أولية، في السنوات المقبلة غادي يجيو برامج أخرى باش نمشيو كما قلت للرياضة وللرفاه وأيضا لملائمة التشريعات الوطنية مع دستور المملكة ومع البروتوكولات الدولية. فهاد العمل اللي كان واحد العمل جبار قامت به الحكومة طبعا بتنسيق من وزارة التضامن والإدمان الاجتماعي والأسرة، ولكن يعني كان تحت إشراف السيد رئيس الحكومة وشاركت فيه جميع القطاعات الحكومية وأيضا مكونات اللجنة الوطنية اللي هما القطاع الخاص اللي هما المجالس الترابية على مستوى طبعا الجهة والإقليم والجماعة والمجتمع المدني. فكان واحد العمل جبار لأكثر من 100 لقاء، ويعني كان أيضا ورشتان خاصين ببلورة منظومة الحكمة والتتبع. فإذا خرجنا 288 تدبير و500 مؤشر نجاعة موزعة على جميع الشركاء، وكان أكد عليه منظومة رقمية للتتبع لأن الدراسة والتقييم ديال الخطة الأولى والخطة الثانية كانت تبين أن هناك تنزيل ترابي كان ضعيف جدا، وخاصة آلية لامزيغ يعني آلية ديال التتبع والتقييم ما كانتش آلية، وما كانتش آلية يعني رياكتيف، دابا راها آلية رقمية باش تكون لا رومونتي يعني ديال لي زانديكاتور دو بيرفورمانس تكون يعني بطريقة دورية. وأيضا حاجة مهمة هو تم إدخال واحد يعني ليفالواسيون أو تقييم في 2025 يعني مي موندا باش نشوفوا واش كاين هناك، واش حققنا الاهداف مثلا غير التمكين الاقتصادي. هناك هدف مهم جدا هو اولا دانفيرسي لا توندونس، يعني باش ما يبقاش هذاك المنحى التنازلي ويولي منحى تصاعدي ان شاء الله. فاذا هذا اللي كان تداول ديالو اليوم في هذا اللقاء، واللي ايضا نبغي نشير له كانت هناك ميزانيه يعني توقعيه اللي دابا غادي مع جميع القطاعات غادي ناكدوها باش يكون الاعتماد ديالها طبعا بعد التمرير ديالها امام مجلس الحكومه ان شاء الله. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.